هذا سائل يقول: في فرنسا امرأة أسلمت والحمد لله، لكن أسرتها غير مسلمة، فكيف تتعامل مع أبيها وأمها؟ تبر بأبيها وأمها، ولكن لا تتبعهم على دينهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من باب المكافأة لا من باب يعني البر بهما الذي هو الموافقة على ما هم عليه، لا، لكن الإحسان إليهما لأنهما أحسنا إليك. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انتبهوا، صاحبهما مشركين، صاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهما وبر بهما. نعم.